دائما أنا أستغرب من أمر هؤلاء القوم الذين يرفعون صور قبائل المسلمين العرب الوهميين، وعندما يهاجرون في الهجرة السرية يهاجرون إلى ذوال الكفار لكي يقومون بتسوية وضعيتهم. نترككم لمشاهدة هذا المقطع من الفيديو ثم نعود. دائما وابدا كما شاهدتم معنا في هذا المقطع من الفيديو، جماهير داخل المدرجات داخل الملاعب الكرويه كيرفعوا الصوره ديال المسمى يحيى السنوار، يتضامنون مع يحيى السنوار. انا اللي راني نستغرب منه، علاش هاد الجماهير العربيه في الهجره السريه ما كيهاجروش الدول العربية لكي يدافعون عن شرف أبناء عمومتهم؟ عاود ما يهاجروا في الهجرة السرية ويمشيو عند الكفار باش يسويو الوضعية الاجتماعية ديالهم. فعاود ما نهاجر ونمشي لأوروبا، نهاجر ونمشي نتضامن مع خوتي نصرة لهم. لماذا نحن منافقين لهذه الدرجة؟ نكون واقعيين. إلا كنا فعلا حنا واقعيين، إلا كنا غنهاجروا نمشيو لهولندا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وأمستردام وما نعرف الدول من الدول الأوروبية، نهاجروا ونمشيو لعند خوتنا المظلومين. لاش كنهاجروا ونمشيو لعند الدول الأوروبية؟ كنهاجروا بالهجرة السرية وكنمشيو عند الكفار اللي حنا ضدهم. وحنا ملي كنهاجروا كنمشيو عندهم كيستقبلونا وكيحسنوا الوضعيه ديالنا. اذا كانوا هؤلاء القاده العرب فعلا هم مسلمين ويعرفون بينهم وبين الله، لماذا لم يقومون بتسويه اوضاع او وضعيه شعوبهم ومؤيديهم؟ هؤلاء مجرد مرتزقه يسترزقون باسم القضاء على اغلبيه الشعوب وبعض الشعوب. أصحاب العقول الضعيفة الأغبياء يستغلون عقول الأغبياء ويدعون بالإسلام وهم ليس بمسلمين. اللي كيعرف بينه وبين الله راه كيسوي الوضعية ديال المجتمع ديالو، ماشي كيستعمل أبناء المسلمين كذروع بشرية وكجبهة قوية من أجل قضاء مصالحه الخاصة. أتمنى من الشباب ومن الشعوب أن تستفيق من سوبتها، أن تستفيق من سوبتها.